أبطال وبطلات الكويت من إنجاز إلى إنجاز ومن تألق إلى آخر، حيث تداولت وكالات الأخبار الإلكترونية صوراً لمنتخب النادي الكويتي للرماية بمنافسات البطولة العربية للرماية التي أقيمت أخيراً بمدينة شرم الشيخ المصرية. ومن بين الصور المتداولة استقبال لاعبي الوفد الكويتي بالورود وسط فرحة الفوز، حيث أكد رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي في تصريحات له إن ما يميز هذا الفوز إنه جاء برماية سلاحي البندقية والمسدس ليكتمل التفوق الكويتي في كل الرمايات، مشيدا بما بذله رماة وراميات الكويت في البطولة القوية وتفوقهم فيها بالفوز بأربع ميداليات، مبينا أيضا أن هذا الإنجاز يعد استكمالا لمسيرة إنجازات الرماية الكويتية في مختلف المحافل الرياضية.